أعزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي مع الدرس الخامس والأخير من مفهوم مصادر الطاقة المتجددة. درسنا النهاردة كله أنشطة شارك، علشان كده أنا قلت لكم الدرس اللي فات إنكم تستعدوا وتراجعوا كل اللي درسناه، لأننا هنرجع تاني للظاهرة محل البحث ونفكر فيها للمرة التانية، بس بقى بعد كل الأدلة والمعلومات اللي جمعناها من الأنشطة المختلفة. كمان هنفكر ازاي نحل مشكلات موجودة في الواقع حوالينا، سواء على الأرض أو في الفضاء. جهز كتاب العلوم ودفتر تسجيل ملاحظاتك علشان نبدأ درسنا. أنا عايزاكم تركزوا معايا كده في الصورتين اللي هوريهولكوا دول. أعتقد كلنا فاكرين الصورتين دول بالظبط. دي الصور اللي بدأنا بيها مفهومنا، صورة الطواحين الهوائية والطواحين المائية والتوربينات الحديثة. فاكرين؟ احنا بدأنا بيهم نفكر في الظاهرة محل البحث، واللي اعتقد بقى ان كلنا دلوقتي بقينا خلاص جاهزين اننا نقدم تفسير علمي ليها، وده هيكون في النشاط رقم 11 سجل أدلة كعالم. أنا عايزاك تفكر في الطواحين الهوائية والمائية بعد كل المعلومات اللي اتعلمناها وتحاول توصفها. يا ترى هي بتتكون من إيه؟ وإيه أهم أجزائها؟ حدد إزاي ممكن تكون مفيدة مثلاً في توليد الكهرباء؟ ويا ترى إزاي اختلف تفسيرك دلوقتي عن تفسيرك أول ما بدأنا في درس تساءل؟ افتح كتابك صفحة 75 وسجل أدلتك كعالم. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف زميلنا حمزة سجل أدلته إزاي عن الظاهرة محل البحث. تلميذي حمزة كتب إن الطواحين بتتحرك بواسطة حركة الهواء أو حركة الماء، وحدد إن طواحين الهواء لازم يكون عندها أذرع طويلة وتكون على ارتفاع عالي علشان تقدر تحصل على أكبر قدر من طاقة الهواء. وقال كمان إن حركة الرياح بتقدر تحرك التوربينات اللي بتحرك بعد كده مولد الكهرباء. أما بقى في السؤال التاني بالنسبة للاختلاف بين التفسير الحالي والتفسير السابق، فحمزة كتب إيه؟ قال إنه كان فاكر في البداية إن الطواحين دي وظيفتها بس إنها تنقل الحركة بتاعت المية أو الرياح، وإنها ممكن تستخدم في أعمال بسيطة زي مثلاً طحن الحبوب. إنما دلوقتي بقى عارف ومتأكد إننا نقدر نعتمد عليها كمصدر متجدد علشان إن إحنا نولد منها الكهرباء، وإنه كمان بقى فاهم إيه أفضل موقع بيتم اختياره لبناء الطواحين اللي زي دي. هايل جدا يا حمزة. أنتوا كمان أكيد عرفتوا معلومات وأدلة كتير عن الطواحين الهوائية والمائية ودونتوها في تفسيركم الحالي للظاهرة. فاكرين تاني خطوة كنا بنعملها إيه بعد ما بنحل الأسئلة دي؟ كنا بنرجع للسؤال بتاع هل تستطيع الشرح؟ السؤال بيقول ما الطرق المختلفة لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء؟ وزي كل مرة بنجاوب السؤال ده عن طريق إننا نكتب التفسير العلمي. أعتقد دلوقتي أنتوا بقيتوا متمكنين من طريقة كتابة التفسير العلمي بمكوناته التلاتة، واللي دايماً بتساعدكوا إن أنتوا تنظموا وترتبوا أفكاركوا. فاكرين كنا بنبدأ بإيه؟ كنا بنبدأ بإن إحنا نكتب الفرض بتاعنا، وبعدين نسجل عليه الأدلة، وبعدين التعليل. هنسجل الفرض اللي هو بيكون عبارة عن جملة واحدة بتجاوب عن السؤال ده، ونبدأ نسجل الأدلة اللي إحنا شايفين إنها بتثبت صحة الفرض اللي إحنا كتبناه، وبعدين بنكتب التعليل اللي بيأكد وبيدعم الفروض سواء بأمثلة أو بشرح يأكد أهمية وصحة الأدلة اللي إنت كتبتها. يلا نرجع لكتابنا صفحة 76 ونسجل الفرض والدليل والتعليل.
تعالوا مع بعض نشوف مجموعة من تلاميذي سجلوا الفرض والدليل والتعليل إزاي. الفرض اللي هم كتبوه بيقول: يمكننا توليد الكهرباء باستخدام العديد من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة مثل الماء والرياح والطاقة الشمسية. طيب ده كده الفرض بتاعهم، وانا شايفة بصراحة ان هو فعلا بيجاوب عن سؤال هل تستطيع الشرح. تعالوا بقى نشوف الدليل زمايلنا كتبوا ايه. في الدليل فهم اثبتوا في البحث العملي ان المصادر المتجددة زي الرياح والمياه ممكن تولد طاقة حركة، وتقدر تحرك التوربين، والتوربين لما بيتحرك بيخلي أجزاء مولد الكهرباء هي كمان تتحرك، ويقدر ساعتها أن هو ينتج كهرباء. كمان هم سجلوا أنهم قرأوا في النص اللي كان بعنوان الطاقة الشمسية أن الألواح الشمسية بتقدر تستغل طاقة الشمس وتحولها لطاقة كهربائية، وتعرفوا على أمثلة مهمة لأجهزة بتعتمد على الكهرباء اللي تم توليدها من الألواح. طب بالنسبة بقى للتعليل، تعالوا نشوف زمايلنا كتبوا ايه. في التعليل هم قالوا ان مصادر الطاقة المتجددة زي الشمس والرياح والماء، وان الطاقة الصادرة من الشمس بنقدر نستغلها من خلال الألواح الشمسية، وشرحوا كمان ازاي ان الألواح الشمسية بتتكون من خلايا شمسية صغيرة تقدر تلتقط ضوء الشمس وتحوله مباشرة لكهرباء، وإن الكهرباء اللي بيتم توليدها من الخلايا بنقدر نشغل بيها أعمدة الإنارة ونشحن البطاريات ونشغل معدات الري للمزارعين. هما كمان شرحوا إزاي الإنسان بيقدر يبني توربينات هوائية ومائية في مواقع معينة عشان تساعده على استغلال طاقة الحركة بتاعة الماء وبتاعة الهواء في إن إحنا نقدر نولد كهرباء. بعد كده الكهرباء دي بتتنقل من التوربينات الهوائية أو المائية عن طريق أسلاك ضخمة للأماكن اللي هتقدر إن هي تعتمد على الكهرباء دي. رائع جدا الحقيقة، التلاميذ دول سجلوا فرض صحيح وأدلة محددة ومرتبطة بالفرض. أنا عايزاكم كمان يا ولاد تركزوا إن الأدلة اللي هم كتبوها من الأنشطة اللي احنا نفذناها مع بعض، وكمان كتبوا تعليل ممتاز. دلوقتي بقى انتوا جاهزين انكم ترجعوا للكتاب صفحة 77 وتكتبوا تفسيراتكم العلمية بشكل كامل. سجلوا كل الفروض والأدلة والتفسيرات زي المثال اللي احنا عرضناه مع بعض. كمان ممكن تقدروا ان انتوا تعبروا عنها بالرسم، وما تنسوش تسجلوا أدلة من الأنشطة اللي نفذناها مع بعض. أنا متوقعة إنكم سجلتوا تفسيرات علمية منظمة ودعمتوها بأمثلة مختلفة من اللي اتعلمناها مع بعض. تلاميذي في تفسيرهم العلمي عبروا عن فكرة استغلال طاقة الرياح والماء لتوليد الكهرباء باستخدام التوربينات ومولدات الكهرباء، واتكلموا كمان عن الطاقة الشمسية وإزاي إنها مصدر مهم من مصادر الطاقة المتجددة، وشرحوا فكرة الحصول على الطاقة من الخلايا الشمسية، ودعموا كلامهم بأدلة من الفيديو اللي شفناه. فاكرين الفلاح اللي قدر يستفيد من طاقة الشمس في توليد الكهرباء؟ دلوقتي جه دورنا الأهم النهاردة، وهو إننا نعرف إزاي كل المعلومات والأفكار اللي اتعلمناها بتتحول لتطبيقات عملية مفيدة في الوظائف والمجالات المختلفة، وده هنتعرف عليه في نشاط رقم 12 حلل كعالم. النشاط بعنوان الطاقة الشمسية في الفضاء، وده نشاط رقمي هنشوفه من خلال النسخة الرقمية من كتابنا. جهزوا دفتر تسجيل الملاحظات واستعدوا. الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي هندخل جوه مركبة فضائية وهنقابل رائد فضاء هيكلمنا عن الطاقة الشمسية ودورها في تشغيل الأجهزة الموجودة حواليه في سفينة الفضاء.
مستعدين للانطلاق؟ مرحبا، أنا ريكي أرلوند، وأنا حاليا في منشآتنا البحثية البشرية في محطة الفضاء الدولية، حيث يمكنك رؤية أجهزة الطرد المركزي وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من المعدات العلمية. توجد أمامي وحدة أخرى، حيث يمكنك رؤية أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية أكثر، وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات والمعدات الأخرى التي تتطلب طاقة كهربائية. لدينا الكثير من المعدات للعلوم ودعم الحياة، ونظامنا الكهربائي به حوالي 13 كيلو مترا من الأسلاك لتشغيلها. إذن من أين تأتي هذه الطاقة؟ لنلقي نظرة. من هنا في القبلة وعبر النوافذ الأخرى يمكنك بسهولة رؤية مصفوفات الألواح الشمسية تغمرها أشعة الشمس. إنها ضخمة. هذه المصفوفات الأربع للطاقة الشمسية مصنوعة من خلايا شمسية، وهي قطع تم تنقيتها من عنصر السيليكون. تحتوي ألواح الطاقة الشمسية معا على إجمالي 262.400 ألف خلية شمسية، وتغطي مساحة حوالي 27 ألف قدم مربع، أي ما يزيد عن نصف مساحة ملعب كرة قدم. عندما تكون المحطة في مواجهة أشعة الشمس تنتج لنا المصفوفات الشمسية طاقة أكثر بحوالي 60% مما نحتاج أثناء النهار. وتذهب هذه الطاقة الفائضة مباشرة إلى الشحن. هل يمكن استخدام بطاريات الليثيوم آيون؟ تعتبر البطاريات بالغة الأهمية لأنها تمدنا بالطاقة التي نحتاجها خلال ساعات الليل 16 التي نمر بها كل ليلة. تنتج مصفوفات الألواح الشمسية ما يكفي لمد 40 منزلا بالطاقة، ويمكننا إنتاج المزيد من الطاقة عن طريق الدوران هناك، حيث ترتفع في محورين، أحدهما مثل طاحونة الهواء والذي يتبع الشمس على مدار اليوم، والآخر يتبع ميل الشمس أو زاويتها في السماء. يستخدم نظام الطاقة الكهربائية بمحطة الفضاء التيار المباشر لتوفير الطاقة لأجهزتنا ونظام استعادة المياه. نشكركم لمجيئكم إلينا في الفضاء اليوم، والآن لنعود إلى الأرض. شفتوا إزاي سفينة الفضاء مليانة بأجهزة وأدوات كلها معتمدة على الطاقة الكهربية علشان تشتغل؟ أنا لما حللت كلام رائد الفضاء لقيت إن الحاجة الوحيدة اللي بتمكنهم جوه سفينة الفضاء إنهم يحصلوا على الكهرباء هي الشمس، وإن الألواح الشمسية اللي بتكون موجودة على سفينة الفضاء هي الأساس اللي بيعتمدوا عليه، لأنها بتلتقط طاقة الشمس وتحولها لطاقة كهربية، وبتخزن الطاقة الكهربية دي في بطاريات علشان تكون دايماً الكهرباء متوفرة لكل الأجهزة اللي موجودة على سفينة الفضاء. دلوقتي بقى هنرجع للنص الموجود في النشاط على النسخة الرقمية من كتابنا. عايزين نحلل كل المعلومات اللي في النص علشان نحدد ليه يا ترى الدول بتتجه دلوقتي إنها تنتج الطاقة الشمسية وتعتمد عليها بدل الوقود الحفري كمصدر للطاقة الكهربية، وإيه أحدث التطبيقات اللي بتستخدم فيها الكهرباء اللي بننتجها من الطاقة الشمسية. من تحليلنا للنص أكيد حددنا خطورة الاعتماد على الوقود الحفري، وده عشان سببين مهمين. أولاً إنه هينفد مع الوقت بكثرة الاستهلاك بتاعته، إحنا عارفين إنه هو وقود غير متجدد. وثانياً بسبب التلوث اللي بيحصل لما بنحرق الوقود الحفري علشان نولد منه الكهرباء، وده اللي خلى العلماء والباحثين دايماً يفكروا في حلول بديلة لاستخدام الوقود الحفري، خاصة بقى استخدام الطاقة الشمسية، وكمان التوسع فيها وتسهيل الحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية لكل الناس بطريقة سهلة. وده ظهر في تطبيقات كتيرة أكيد خدتوا بالكم منها وانتوا بتحللوا النص، زي مثلا شنط الظهر اللي بتكون مزودة بخلايا شمسية تقدر تحول طاقة الشمس لطاقة كهربية، ممكن تستخدم في شحن الأجهزة المتنقلة زي جهاز الموبايل أو جهاز اللابتوب أثناء ما يكون الواحد لابس الشنطة وماشي في الشمس، أو أثناء ركوب الدراجات مثلا. أكيد كمان خدتوا بالكوا إن في بعض المناطق فيها مباني كاملة بتعتمد على الطاقة الشمسية. تعالوا مع بعض نكمل درسنا.
النشاط اللي نفذناه دلوقتي اتعرفنا فيه على تطبيقات حياتية للطاقة الشمسية، بس احنا دايما متعودين نختم اي مفهوم بندرسه بمهارة التقييم، وده هيحصل في النشاط الجاي، نشاط رقم 13، قيم كعالم. النشاط بعنوان راجع مصادر الطاقة المتجددة، وده برضو نشاط رقمي هنوصل له من النسخة الرقمية من كتابنا، ومطلوب مننا إننا نراجع ونلخص كل اللي اتعلمناه عن مصادر الطاقة المتجددة ونحدد أنواعها وطرق استخدامها لتوليد الكهرباء. أنا متأكدة إن كلنا لخصنا اللي اتعلمناه عن مصادر الطاقة المتجددة بمنتهى الدقة. أكيد ملخصاتنا هتكون مختلفة، بس أكيد برضو معظمها هيحتوي على بعض الكلمات والجمل الأساسية اللي كلنا هنكون كتبناها. هشارك معاكم بعض الجمل اللي المفروض تكونوا ضمنتوها في المراجعة بتاعتكم، وانتوا خلوا المراجعة في إيدكم واعملوا علامة صح على الجملة اللي مكتوبة عندكم، أو لو في جملة بتعبر عن الجملة اللي أنا بقولها. أول جملة: الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة الشمسية. تعتمد توربينات الهواء على الطاقة الحركية ويتم تحويلها لطاقة كهربية من خلال المولدات. يتم تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربية من خلال، سمعكم بتقولوا، الألواح الشمسية. البطاريات تختزن الطاقة الكهربية لحين الحاجة. هي دي أهم النقط اللي أعتقد أننا كلنا سجلناها في مراجعتنا وتقييمنا لكل اللي اتعلمناه على مدار دروس المفهوم. يا ترى بقى مع نهاية درسنا وكمان نهاية المفهوم الثالث اللي اتعلمنا فيه عن مصادر الطاقة المتجددة وإزاي ممكن نستغلالها، إزاي ممكن نستغل الماء لتوليد الطاقة، هل عندكم أي أسئلة عن السدود مثلاً؟ خلي بالكوا اللي أنا بقوله ده جزء مهم جدا من تركيزنا في مشروع الوحدة. أنا مثلا بفكر في سؤال مهم قوي: يا ترى إيه أفضل موقع ممكن نبني فيه سد من غير ما نأثر على البيئة اللي موجودة حواليه؟ أنتوا كمان اتناقشوا مع بعض ومع أفراد أسرتكم ودونوا أسئلتكم المختلفة، واستعدوا وراجعوا كل اللي اتعلمناه على مدار مفاهيم الوحدة، لأننا الدرس الجاي هيكون مشروع الوحدة تأثير بناء السدود، واللي هنستخدم فيه كل المعلومات اللي اتعلمناها عشان نحل مشكلة موجودة في الواقع من حوالينا. شكرا لكل العلماء اللي شاركونا النهاردة، وإلى لقاء في درسنا القادم.